الكتاب الذي بين يدي فقه الرضا، وقد يعرف بالفقه الرضوي، ما جاء مرويا عن إمامنا الثامن وولينا الضامن، عن إمامنا الثامن في سلسلة الأئمة الاثني عشر، ماذا يقول إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه؟ وأنا لا أبالي بأقوال مراجع السوء في النجف حيث يضعفون هذا الكتاب، لا شأن لي بما قالوا ويقولون. في الحقيقة كلما مر الزمان كلما تأكد عندي هذا المعنى من أن هذه القاعدة تنطبق على مراجع النجف بنحو أكثر من الجهة العملية، لأننا نحتاجها بنحو أكثر مما تنطبق على نواصب السقيفة من أن الصواب في خلافهم. ما من شيء إلا وخالفوا أهل البيت فيه، في كل شيء، أتحدث عن مراجع النجف. هذا الكلام كلام مسؤول حين أقول من أن هذه القاعدة تنطبق عليهم بشكل أكثر مما تنطبق على نواصب السقيفة، لأننا لسنا مبتلين بنواصب السقيفة، نحن مبتلون بهؤلاء بمراجع النجف. لقد خالفوا أهل البيت في كل شيء، من هنا هذه القاعدة تنطبق عليهم، فإن الصواب في خلافهم. حينما يقولون لكم ذكر علي في التشهد الوسطي والأخير في صلواتكم اليومية يبطل الصلاة، الصواب في خلافهم. وفي كل شيء يقولونه الصواب في خلافهم، إنما جئت بهذا مثالا، الصواب في خلافهم على مستوى التفسير. لا أقول هذا الكلام كردة فعل أو لحالة عاطفية أبدا، وحق الحسين وحق عفة فاطمة لا أقول هذا الكلام إلا عن تحقيق وتدقيق. لقد خالفوا محمدا وآل محمد في تفسيرهم وفي عقائدهم وفي فتاواهم وفي عباداتهم، فضلا عن أنهم خالفوا محمدا وآل محمد في سلوكهم وأخلاقهم وفي تدليسهم واحتيالهم وسرقتهم للشيعة، يسرقون أموالهم بعنوان أنها تدفع لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو الذي جرى ولا زال يجري، من هنا أقول من أن الصواب في خلافهم. لا شأن لي بما يقولون، ولست مهتما أن أوافقهم أو أن أخالفهم، إنما أردت أن أبين حقيقة لكم. من عنده الذي عندي لا يحتاج لا إلى موافقتهم ولا إلى مخالفتهم، عندي قرآنهم وعندي تفسيرهم لقرآنهم وعندي حديثهم وعندي قواعد تفهيمهم لحديثهم، فأنا لا أحتاجهم لا في حال الموافقة معهم ولا في حال المخالفة معهم، إنما أشرت إلى هذه القاعدة كي أضع حقيقة واضحة بين أيديكم، لمستها بشكل علمي وتحقيقي وبشكل عملي عبر تجربة طويلة
في هذه الأجواء. أعود إلى فقه الرضا، إلى الأحاديث التي نقلت عن إمامنا الرضا. قطعا نحن لا نتحدث عن كتاب معصوم، وإنما نتحدث عن كتاب نقل عن إمام معصوم. قطعا سيتعرض للتحريف وللتصحيف وللزيادة وللنقصان، لكننا نستطيع أن نتميز الحقائق، خصوصا إذا اتبعنا الأسلوب الذي أتبعه في أنني أضع الأشياء في لوحة واحدة فلا تحتاج إلى توثيق، لأن المعطيات سيوثق بعضها بعضا حينما تجتمع المعطيات في لوحة واحدة متكاملة. إذا حذفنا بعضها صارت اللوحة معيبة. في الصفحة 47 من فقه الرضا صلوات الله عليه من طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، الإمام هكذا يقول وهو يحدثنا عن تفاصيل صلاتنا الواجبة، عن تفاصيل صلاتنا اليومية. إمامنا الرضا هو الذي يقول، ماذا يقول؟ وانوي عند افتتاح الصلاة. ماذا تنوي؟ ما قال لنا كما يقول غبران النجف أن نصلي صلاة الصبح قربة إلى الله. هذا منطق غبران النجف. منطق الرضا ماذا يقول لنا؟ كيف تكون النية؟ وانوي عند افتتاح الصلاة. ماذا ننوي؟ ذكر الله وذكر رسول الله. كيف يكون ذلك؟ المعنى الذي حدثتكم عنه من أن النية تشتمل على جزئين، الجزء الأول وعي بمضمون العمل، وهذا الوعي بمضمون العمل يتحقق من خلال معرفتنا بمفردات عن حقيقة العمل، عن أسراره، عن غاياته، والجزء الثاني إخلاص العبادة لله تعالى، أننا نخلصها له كما يريد هو، لا كالعبادة الإبليسية، لا كعبادة نواصب السقيفة وعبادة نواصب النجف. هذا علل الشرائع. ماذا قرأت عليكم في علة تشريع الصلاة؟ الباب الثاني من الجزء الثاني، الحديث الأول عن هشام بن الحكم حين سأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن علة الصلاة، فماذا قال له إمامنا الصادق؟ وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله، ففرض عليهم الصلاة يذكرونه، يذكرون محمدا في كل يوم 5 مرات ينادون باسمه، وتعبدوا بالصلاة وذكر الله، وتعبدوا بالصلاة لذكر محمد وذكر الله لكي لا يغفلوا عنه وينسوه فيندرس ذكره. واضح من أن علة التشريع للصلوات اليومية كي لا ننسى محمدا وآل محمد، وإنما يكون التذكر بذكر الله وذكرهم، وهذا هو الذي يتحدث عنه إمامنا الرضا. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله.
قلت لكم إنني ما جئتكم بشيء إلا منه. قارنوا بين الذي يطرح في هذا البرنامج وبين هراء مراجعكم في النجف وبين هراء خطبائكم على المنابر وبين هرائكم أنتم في صلاتكم وفي عقائدكم. أين صلاتكم وأين عقيدتكم وأين دينكم من هذا الدين الذي يقدم عبر هذه الشاشة؟ هذا دين محمد وآل محمد، أما دينكم فهو دين الطوسي، هو دين مرتضى الأنصاري، هو دين الخوئي، هو دين محمد باقر الصدر، هو دين الوائلي وأمثال الوائلي، هو دين السيستاني وسعيد الحكيم وإسحاق الفياض وبشير النجفي والبقية. الدين الذي عندكم دين هؤلاء، والدين الذي يقدم على هذه الشاشة هو دين محمد وآل محمد. لا تصدقوني، تأكدوا بأنفسكم من ذلك. عودوا إلى ما يقولون في النجف، عودوا إلى ما علموكم به وقارنوا بين هذا وبين الذي أضعه بين أيديكم، وعودوا إلى المصادر والكتب واعرفوا الحقيقة بأنفسكم. وإن كان ليس منطقيا أنني أجلس الساعات وأدفع الأموال من جيبي وأعرض حياتي وحياة عائلتي إلى الخطر وآتي بكتب ليست حقيقية وأقرأ أحاديث ليست صحيحة، ليس منطقيا هذا. وأنا على هذا الحال منذ أكثر من 40 سنة، قديم في هذا الأمر. أعود إلى كلام إمامنا الرضا. إمامنا الرضا هكذا يعلمكم النية، ومراجعكم يعلمونكم أيضا، فأنتم بالخيار، أنتم بالخيار بين الإمام الرضا وبين ذولاك الغبران، أنتم أحرار. وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله، هذا هو الوعي بالعمل. تلاحظون الفارق الكبير بين فقه العترة وبين فقه هؤلاء الثولان التيوس في النجف؟ وانوي عند افتتاح الصلاة ذكر الله وذكر رسول الله واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك. قطعا الإمام لا يتحدث عن عيون في الرأس، هم يقولون إمامنا الصادق يقول شيعتنا أصحاب الأربع، فقيل له ما المراد من ذلك؟ قال أصحاب العيون الأربع، عينان في الرأس وعينان في القلب، عينان في الرأس للدنيا وعينان في القلب للدين. فإذا أراد الله بعبد خيرا في دينه فتح عينيه اللتين في قلبه. الإمام يتحدث عن عيون القلب، وإلا فإن الشيعة على قلتهم زمان الأئمة أكثرهم لم يوفقوا
زيارة الأئمة ولقاء الأئمة بشكل مباشر، فهم لا يمتلكون صورة حسية عن أئمتهم. أما في زمان الغيبة وهو زمان أطول من زمان الحضور كله، فإن الشيعة لا تمتلك صورة حسية عن إمام زمانها. الصورة هي الصورة العقائدية، كل شيعة في زمانها تتوجه إلى الصورة العقائدية لإمام زمانها، وهذا هو الذي مر علينا في تعريف الشيعي. من هو الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه. قلت لكم هذه المنظومة العقائدية بناء متكامل من أوله إلى آخره. أنا لا أحدثكم بأي حديث، أنا أضع بين أيديكم خارطة عقائدية لم توضع بين يدي الشيعة منذ نهاية الغيبة الصغرى. وإذا كان هناك شيء يكذب كلامي فأبرزوه لي، فأبرزوه لي. وإذا كان هناك شيء يكذب كلامي هذا فأبرزوه لي، لست معاندا لكنني أتحدث بصدق، هذا هو الذي أعرفه. وحين أقول لكم فأبرزوه لي لست معاندا ولست مكابرا، وحق الحسين لست معاندا ولست مكابرا، لكنني أريد أن أخبركم عن مدى اعتقادي بهذه المعلومة التي ذكرتها لكم. فالعقيدة الشيعية التي عرضت في هذا البرنامج بقيت مدفونة في طوايا زمن الحضور وفي طوايا زمن الغيبة الأولى، منذ أن طويت أيام الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية، منذ أن طويت أيام الغيبة الأولى وبدأت الغيبة الثانية التي نعرفها بالغيبة الكبرى، منذ أن بدأت أيامها في شعبان سنة 329، منذ تلك اللحظات وإلى هذه اللحظة لم تعرض العقيدة الشيعية بهذا العرض الذي قدم في هذا البرنامج منذ أول يوم من شهر رمضان وإلى الآن. سأستمر إلى عدة حلقات كي أكمل لكم حدود خارطة العقيدة السليمة هذه. كما قلت لكم الشيعة على قلة عددهم في زمان الحضور أكثرهم لم يوفقوا لرؤية وجوه أئمتهم، وأتحدث عن إمام زمان كل شيعة في زمانها، وكذا الحال في زمان الغيبة الكبرى. وزمان الغيبة الكبرى إلى يومنا هذا هو أطول بكثير من زمان الحضور ومن زمان الغيبة الأولى. وفي زمان الغيبة الأولى الذين وفقوا للقيا إمامهم كانوا قليلين، فالغالبية العظمى لم يروا وجه إمامهم في زمان الغيبة الأولى. من هنا فإن الحديث عن صورة
واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، المراد واجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك، اجعل صورته التي تعرفها، فإن الحديث كما قلت لكم عن صورة عقائدية. الصحيفة الأولى من صحائف العقيدة السليمة في هذا البرنامج، ما هو عنوانها؟ أريد أن أكون شيعية. ما هو تعريف الشيعي؟ الشيعي هو العارف بإمام زمانه. إذن الحديث عن الصورة العقائدية وليس الحديث عن الصورة الحسية. الصورة العقائدية أين رسمها لنا أئمتنا؟ رسموها لنا في نصوص زياراتهم. هذا هو السر في تأكيد الأئمة على زيارتهم من بعيد ومن قريب، وهذا هو تأكيد الأئمة على زيارة قبورهم، لأننا سنعيش في أجواء تجعلنا في حالة قريبة من التصور الصحيح للصورة العقائدية المطلوبة التي يجب علينا أن نتوجه إليها في صلاتنا، في صيامنا، في حجنا. هذا كلام إمامنا الرضا. يضعفونه، أنتم أحرار تريدون أن تذهبوا مع أولئك الذين يضعفون حديث الإمام الرضا، أنتم أحرار وأنا حر. هذه الأحاديث صحيحة، وأنتم تلاحظون أن المعطيات يشرح بعضها بعضا ويؤكد بعضها بعضا. وقت الحلقة انتهى، سأعود إلى هذا الموضوع المهم الذي ما أكملت الحديث عنه في حلقة يوم غد. هذا موضوع أساسي مهم جدا، سأعود إليه في حلقة يوم غد كي أقف معه وقفة أتمنى أن تشرح صدوركم. وأنتم توجهوا بالدعاء لي أولا أن يسددني إمامي، أن أضع الحقائق بين أيديكم، وأن يسددكم لفهمها وللتأكد من صحتها. أنا لا أطلب منكم أن تقبلوا كلامي أبدا، وإنما أقول لكم دققوا، تمعنوا، تدبروا، هذا هو دينكم. لكن نصيحتي الأولى والأخيرة، طهروا عقولكم من قذارات حوزة النجف وكربلاء، طهروا عقولكم بقدر ما تستطيعون، طهروها، نظفوها، طيبوها، خلصوها من قذارات حوزة النجف وكربلاء، ستكون حينئذ موطنا للطف إمامكم. أما وهي مشحونة بقذارات مراجع النجف وكربلاء، صدقوني أنا لا أريد أن أحرضكم على مراجع النجف وكربلاء، لا شأن لي بهم، لا أزينهم بفلس ممسوح، لا أبالي بهم، أنا أضع الحقائق بين أيديكم. إذا أردتم لعقولكم أن تكون محلا لرعاية إمام زمانكم، أن تكون محلا
للطف وفيض إمام زمانكم نظفوها من قذارات وأنجاس حوزة النجف وكربلاء. حينئذ سيصل إليكم اللطف. جربوا هذا ولو لمرة واحدة، لكن هذا ليس أمرا سهلا، هذا بحاجة إلى عناء وإلى مواظبة وإلى مراقبة. الكلام طويل طويل طويل. لا تحكموا على حديثي، لا تحاولوا أن تنتفعوا من حديثي من دون أن أتكلم بآخر كلمة في هذا البرنامج. بعد ذلك أحكموا على أقوالي. إذا أردتم أن تنتفعوا من هذا البرنامج فانتفعوا حينئذ، هذا أمر راجع إليكم. نذهب إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمامكم، على أي حال نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.